عدي صدام حسين التكريتي. تولى عدي قيادة قوات خاصة عرفت باسم فدائي صدام أخوه الأصغر قصي. عدي صدام حسين التكريتي ولد في عام 18 من يونيو عام 1964، الابن الأكبر للرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ولد في بغداد وهو الابن الأكبر للرئيس صدام حسين وساجد طلفاح، أخوه الأصغر قصي وأخواته رغد ورنا وحلا. تخرج في المدرسة الإعدادية وحصل فيها على درجات مرتفعة. بدأ دراسته في الجامعة في كلية بغداد الطبية، فلم يمكث فيها إلا 3 أيام فقط. وذكرت حرير حسين كامل في كتابها وهي حفيدة صدام أن خالها عدي دخل كلية الطب ثم تركها حين اشمأزت نفسه من رؤية جثث التشريح، ثم انتقل إلى كلية الهندسة وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة بغداد وتخرج، وكان ترتيبه الأول على زملائه 173. وحصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بغداد، وكانت عنوان رسالته عالم ما بعد الحرب الباردة، وهي جزء من متطلبات الحصول على درجة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية. وقد أشرف على الرسالة الدكتور مازن إسماعيل الرمضاني. تعرض عدي إلى 7 محاولات اغتيال منذ أن كان طالبا في ثانوية كلية بغداد، وقد أحبطت من قبل جهاز المخابرات العراقي الذي كان يرأسه آنذاك بارزاني التكريتي، وإن أجهزة أمن المجلس الوطني ساهمت أيضا في إحباط عدد من محاولات الاغتيال. ووجهت المجلة أصابع الاتهام في تنفيذ محاولات الاغتيال هذه إلى عناصر إيرانية انطلاقا مما وصفته المجلة بالحقد الأسود ضد العراق. في 12 من ديسمبر عام 1996 تعرض عدي إلى محاولات اغتيال خطط لها سلمان شريف بينما كان يقود سيارته البورش الذهبية في حي المنصور الراقي. فتح مسلحان النار بناء على أوامر شريف من بنادقهما من طراز كلاشينكوف، حيث أطلقت عليه 50 رصاصة وأصيب 17 رصاصة. وعلى الفور نقل عدي بعدها إلى المستشفى، وكان التشخيص الأولي لحالته الشلل، إلا أنه تعافى في النهاية. أحد أفراد المجموعة قد ألقي القبض عليه في الأردن في قضية مختلفة تماما، وسلم فيما بعد إلى أجهزة الأمن العراقية، واعترف بعدها ببعض التفاصيل. وبنهاية أغسطس عام 1998، أي بعد مرور حوالي 18 شهرا على محاولة الاغتيال، اعتقلت عناصر أمن النظام أبو ساجد ونشرت تفاصيل بقية أعضاء المجموعة. وفي ديسمبر عام 2002 اغتالت مجموعة أبو صادق بعد تعقبه بمنفاه في إيران. تولى عدي قيادة قوات خاصة عرفت في عام 1996 باسم فدائي صدام قبل أن يشرف على الكثير من الوسائل الإعلامية مكتبة فيديو شخصية ضخمة جدا وجدت في قصره عام 2003. غادر عدي بغداد مع والده وأخيه قصي منتصف أبريل عام 2003 بينما كانت الدبابات في وسط المدينة مواصلين مقاومة القوات الأمريكية والبريطانية. وتولى عدي فدائي صدام الموالية للرئيس العراقي، وهذا ما كانوا قد خططوا له في آخر لقاء لهم في بغداد. لجأ الأخوان عدي وقصي ومصطفى لنواف الزيدان بحكم العلاقة العشائرية بين النواف وعائلة صدام.
وبقيا متخفين عن الأنظار بعد عودتهم من الأراضي السورية التي توجهوا إليها بعد دخول القوات الأمريكية عام 2003. في صباح يوم 13 من يوليو عام 2003 شنت قوات التحالف بقيادة القوات الأمريكية عملية عسكرية على مخبئهما في مدينة الموصل حي البريد، في معركة دامت لأكثر من 6 ساعات قاتلوا فيها أكثر من 15 جنديا أمريكيا، وقد قاوموا فيها بما لديهم من أسلحة إلا أنهم قتلوا بعدما اكتشف مكان تواجد الشقيقين بعد تلقي معلومات عنهما. وحسب المنظمات الدولية تم مقتلهم بواسطة أسلحة محرمة دوليا قبل استهدافهم بغارة طيران. وقامت بعدها القوات الأمريكية بهدم المنزل بالكامل ورفع الإنقاذ عنه وتبديل التراب فيه حتى لا تنكشف أسلحتهم المحرمة دوليا، وما زال البيت حتى الآن قطعة أرض فقط، وهو موجود في حي يدعى الفلاح على شارع الشلال.